مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كريمة الزبدة بنكهة النسكافيه. عنا 100 جرام زبدة، كمان 100 جرام سكر بودرة، ملعقتين نسكافيه كبار، ملعقة صغيرة مي، وملعقة كاكاو كبيرة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط المقادير كلهم مع بعض. خليطهم شوي مع بعض عشان الكاكاو والسكر ما يطير معنا كتير نحنا وعم نخفقهم. هلا بس خلطهم بهيدا الشكل بنخفقهم، بنخفق على سرعة خفيفة اكيد. انتهينا من الخفق. هلا بدنا نحطها بكيس الكريمه نشوف كيف طلعت مع بعض. بدنا نشوف كيف طلعت مع بعض. هيدا الشكل النهائي. واو، كتير سهله وطيبه طعم ولا اروع. شفتوا كيف؟ هيدي كريمة الزبدة بنكهة النسكافيه اللي عملتها انا وياكم، جدا سهلة وسريعة وكتير طيبة. بتمنى التعليق على الفيديو والاعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.